السلام عليكم. اليوم عندنا جاك هامر ماركت فول بور. طبعا الجهاز ما يشتغل نهائيا، ادابتر بالكهرباء. راح احاول افككه واشوف الارميتشر والكويل. كمبيوتر تعرف مثل ما نشوف، لاحظ هنا الفحمة ماكو. عادة لما يستهلك كمبيوتر الفحمة بسرعة تستهلك. هذا جهاز سوفت ستارت، يستخدم تشغيل الجهاز بشكل تصاعدي. بعد استخراج الارميتشر نجي نستخرج بياناته. قبل استخراج بياناته، اول شيء ان الكمبيوتر تالف مثل ما نشوف، فيحتاج ان نستبدله. ان الارميتشر ملفوفه بطريقه غير معروفه، وعاده دائما راح نصادف في ارميتشرات ملفوفه بطريقه غير معروفه. نلاحظ الاسلاك حتى لو شيلنا بخيط، الاسلاك غير واضحه. نابع على زادة الخيط، السلك الأخير غير واضح. لاحظ هنا عدة أسلاك مستخرجة من الملفات، ولكن سلك الطبقة الأخيرة غير واضح. طبعا ملفوف بطريقة مو مثل الطريقة التقليدية، لذلك راح نستخرج من هذا الأرميتشر عدد لفات وغطى السلك، ونستخدم أرميتشر ثاني لنفس الجهاز. نفس الجهاز هذا راح ناخذ من هذا الارميتشر بيانات الربط. هنا عندنا الميل الخلفي متاخر 3، هذا راح نطبقه على هذا الارميتشر، ولكن نتاكد ان الدوران صحيح مثل ما موجود في الارميتشر الثاني. الدوران هذا الارميتشر بهذا الشكل مثل ما نشوف، الدوران بهذه الطريقه يسحب الهواء للداخل برد الكمبيوتر والملفات، ويخرج الهواء الى الخارج بهذه الطريقة. هذا الدوران مالته لازم يكون نفس الشيء، مثل ما نلاحظ الدوران مالته بهذا الشكل، يدخل الهواء من الاسفل ويطلع من هذه الجهة. اذن بيانات الربط راح تكون صحيحة لهذا الارميتشر. وعندنا ارميتشر ثاني نفس البيانات، ولكن الفرق هنا عندنا المجرى مقابل نحاسة، وهذا نفسه راح نطبقه على هذا الارميتشر، لان يعني المجرى عندنا ايضا مقابل نحاسة. هنا نلاحظ انه الطبقة الاخيرة تشبه الطبقة قبل الاخيرة، اذا هذا يبتي مزدوج وينتهي مزدوج. قطعة الطبقة الاخيرة راح احسبها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 إذن 20 تقسيم 2 ويساوي 10 عدد اللفات لكل طبق. 11 زائد دورة كاملة 0.50 زائد 0.11 ويساوينا 0.61. 0.60 أو 1.60 عن جيج 23. نظفنا الأرميتر واستبدلنا الكومتيتر التالف. واستخرجنا المجاري واخذنا احد المجاري واحرقناه حتى نتأكد من عدد الاسلاك. عشرة، عشرين، ثلاثين، اربعين، 40 تقسيم 4 ويساوي 10 عدد لفات لكل طبقة. اضافة للمجاري قدرنا الاسلاك مع المجاري. هذا على أنه كل طبقة سلكة ملفوف كما نلاحظ. كل سلكين كما نشوف مرتبطة أسلاك. هاي تذهب الكومتيتر. الآن نجي نثبت بيانات اللف. هنبدأ بالجانب الأول باللون الأسود أو المجرى مسار اللف جاه اللف. هذه الجهة الأمامية للملف نحسب 8 1 2 3 4 5 6 7 8. هذه الجهة الخلفية للملف الميل الخلفي تأخر 3 على 0 1 2 3. هذا الميل للجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني راح نلون بلون أزرق. مجرى مسار لف اتجاه اللف. هذه الجهة الأمامية ملف نحسب 8 1 2 3 4 5 6 7 8. هذه الجهة الخلفية الملف الميل الخلفي متأخر 3 على 0 1 2 3. راح نبدأ نلف ونوع طبقات اللف راح نستخدم طريقة يبدأ وينتهي طبقة مفردة عكس ما كان موجود. كان يبدأ مزدوج ينتهي مزدوج، ولكن راح نستخدم هذه الطريقة يبدأ مفرد وينتهي مفرد. راح نبدأ بالجانب الأول اللي هو باللون الأسود ونربط بنحاس رقم 1 ونروح إلى مجرى رقم 1. هذا هو مجرى رقم 1. نحسب 8 1 2 3 4 5 6 7 8. السلك يدخل هنا. راح نلف طبقة مفردة 10 لفات. نحن
رابط الحاصل هو 2. ننتقل للجانب الثاني ونربط المحاصل رقم 1 ونروح إلى مجرى رقم 1. نضغط مجرى رقم 1 نحسب 8 1 2 3 4 5 6 7 8 السلك يدخل هنا ونلف طبقة مفردة 10 لفات. نربط نحاس رقم 2 أكملنا طبقة مفردة في مجرى رقم 1 لكلا الجانبين. الآن راح نلف طبقات مزدوجة من مجرى رقم 2 إلى مجرى رقم 8. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 2 ونلف طبقتين كل طبقة 10 لفات. نربط نحاس رقم 3. نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 4 ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 2. هذا هو مجرى رقم 2. راح نلف طبقتين كل طبقة 10 لفات. نحاس رقم 3 نرجع لف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 4 ننتقل للجانب الأول نروح إلى مجرى رقم 3. نحاس رقم 5 نرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 6 ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 3. نحاس رقم 5 نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 6 ندخل الجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 4.
سقم سبعة. نوزع الطبقة ثانية في نفس المجرى. سقم ثمانية. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم أربعة. نحاس رقم سبعة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحن سقم ثمانية. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم خمسة. نحاس رقم تسعة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم عشرة. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم خمسة. نحاس رقم تسعة. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم عشرة. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم ستة. نحاس رقم 11. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 12. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم ستة.
محاصة رقم 11. نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. محاصة رقم 12. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 7. محاصة رقم 13. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاصة رقم 14. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 7. محاصة رقم 13. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاصة رقم 14. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 8. محاصة رقم 15. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاصة رقم 16. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 8. محاصة رقم 15. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاصة رقم 16. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 9 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الثاني، ونلف طبقة مفردة أخيرة 10 لفات. ونربط النحاسة الأخيرة اللي هي نحاسة البداية للجانب الثاني، وينتهي اللف للجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 9 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الأول، ونلف طبقة مفردة أخيرة 10 لفات. ونربط نحاسة رقم 1 للجانب
الأول وينتهي اللف للجانب الثاني.